مكلفة بتوسيع قاعدة أكاديمية النادي الأهلي في الوطن العربي وأفريقيا. يعني إيه؟ يعني إيه لجنة مكلفة بتوسيع قاعدة أكاديمية النادي الأهلي في الوطن العربي وأفريقيا؟ إحنا لما بيعجبنا كأهلوية يعني، لما بيعجبنا لعيب في أفريقيا، عبل ما بيجي لنا النادي الأهلي أو لغاية لما بيجي لنا النادي الأهلي بتدفع فيه كام؟ بتدفع فيه كتير، لأن أنت اسمك النادي الأهلي. فالناس عارفة قد ايه الفلوس اللي بتدفع او ان النادي الاهلي مجلس اداره الاهلي يدفعها علشان خاطر اللعيب او يرضوا جمهورهم من خلال وجود لعيب افريقي مميز. فالناس قعدت فكرت، هي الناس هنا الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي شغال دائما بشكل مستمر في كل المجالات وبيفتح في كل حته، في الكوره وفي السله وفي الاندبول وفي الطايره وفي الانشاءات وفي الاستثمار وفي التسويق وفي تيشيرت النادي وفي كل حاجه. قال لك طب الله، احنا بنروح نجيب لعيبه بملايين، بنروح نجيب لعيبه بملايين، طب ما نعمل لهم اكاديميات للنادي الاهلي في افريقيا وفي الوطن العربي. ليه نعمل اكاديميات؟ لسببين. السبب الاول هو سبب تجاري، مفيش مشكله ان احنا كنادي اهلي واسم نادي الاهلي عايز يكسب، عايز يكسب، اخد لعيبه واشتري وابيع واخد اللعيبه دي وابيعها، مفيش اي مشكله. في نفس الوقت اللعيب المميز اللي انا محتاجه انا بقى اللي مربيه، انا اللي مربيه في اكاديميه الاهلي في غانا، في اكاديميه الاهلي في ساحل العاج، في اكاديميه الاهلي في زامبيا، في اكاديميه الاهلي في زيمبابوي، في اكاديميه الاهلي في جنوب افريقيا. الناس بتفكر، الناس مش قاعده سايبه الموضوع كده، الناس مش قاعده سايبه الموضوع كده، لان الاسعار بعد كده هتوصل لملايين الملايين. ما عندناش مشكله وهندفع عشان خاطر جمهور النادي الاهلي وعشان خاطر اسم النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت ايه المشكله لما يبقى انا عندي اللعيبه دي في ايديا وانا اللي احرك اللي انا عايزه في الحته اللي انا عايزها؟ خدوا بالكم من الهدف، وخدوا بالكم اللي يقرا العنوان ده يقول اه ده موضوع عادي. لا، الموضوع مش عادي، موضوع فيه تفكير كبير جدا جدا. توسيع قاعده اكاديميه الاهلي في الوطن العربي وافريقيا، انت لما يبقى عندك 100 لعيب بتتفرج عليهم غير لما يبقى عندك 200 لعيب تتفرج عليهم، غير لما يبقى عندك 1000 لعيب تتفرج عليهم، غير لما يبقى عندك 2000 او 5000 لعيب تتفرج عليهم. وعندنا هنا ناس الحقيقه مسؤوله كل تفكيرها ان هي خلال الفتره اللي جايه ازاي اسم الاهلي يعلى في كل حته اكتر واكتر واكتر. ف اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الموضوع ما يعديش عليكم كده. دايما لما تيجي ما تلاقوا مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل حاجه فكروا فيها، هو ليه بيعمل كده؟ هو ليه بيوزع اكاديميات او عايز يعمل اكاديميات في كل حته في افريقيا؟ هو ليه عايز يعمل اكاديميات في كل حته في الوطن العربي؟ هي مش دي تكلفه؟ اه تكلفه في الاول، لكن هتخليني اشوف لعيبه كتير، لعيبه افارقه في كل حته. انا عايز راس حربه افريقي، هجيب راس حربه افريقي، هروح للاكاديميات بتاعتي اتفرج على اللعيبه اللي موجوده عندي، هيكون على طول في ناس بشكل دوري بتسافر في كل حته علشان تتفرج على اللعيبه اللي موجوده، وبالتالي انت بتدخل افريقيا جواك، بتقرب افريقيا منك. عندك لعيب ممكن ما يلعبش في مصر، يلعب في اوروبا على طول، ليه لا؟ يلعب في النادي الاهلي، ومن خلال النادي الاهلي ما انا عندي بقى مجموعه كبيره تحته، انا عندي اكاديميه مليانه، انا عندي في كل افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه تكون اكاديميه الاهلي في افريقيا موجوده في كل حته. زي ما قلت لحضراتكم عقدت اللجنه المكلفه من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بملف اكاديميه الاهلي بالخارج، والتي يترأسها محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، اجتماعا مطولا اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة لبحث تطورات المرحلة القادمة بخصوص إنشاء أكاديميات جديدة للأهلي سواء على صعيد الوطن العربي أو القارة الإفريقية. استعرضت اللجنة التي الدراسة التي أعدها محمد الجرحي عن المشروع المشار إليه بحضور أعضاء اللجنة الكابتن خالد بيبو مدير الأكاديميات في أكاديميات النادي الأهلي في مصر، والدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشؤون التسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين، والكابتن شطة نجم مصر والأهلي الأسبق. استقرت اللجنة على تقسيم هذا المشروع إلى ملفين رئيسيين، الأول تجاري ويهدف إلى تقديم خدمة للنشر وتحقيق عائد مادي يدعم خزينة النادي، والملف الثاني يركز على الجانب الفني والذي يتم تسويقه في المستقبل على كافة الأصعدة
في الدخل في الداخل والخارج بما يضمن جلب المواهب الكروية مبكرا وتحصيل عائد مالي حال بيع هذه المواهب لأندية أخرى. هو ده الكلام اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم بس بصيغة صحفية بقى. بس بصيغة صحفية، احنا كده بنقرأ بصيغة صحفية. لكن هي في النهاية هو تفكير مستقبلي كبير جدا 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 بتقرب النادي الأهلي من أفريقيا، وافريقيا بتخش جوه النادي الاهلي عشان بقى بدل ما تروح عجبك لعيب في افريقيا ما تجيبوش بمليون دولار، لا هو عندك اوريدي، عندك في اكاديميه النادي وعندك الكشافين اللي موجودين في كل افريقيا عشان يتفرجوا على اللعيبه ويدخلوهم اكاديميه النادي وبالتالي هيكونوا موجودين جوه النادي الاهلي. وبالمناسبه واحنا قاعدين بنفكر كده لقينا عندنا